مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامج الكلام مرصع. ما رأيكم أن نتعرف سويا على ضيفنا وعلى مواضيع هذه الحلقة ونلتقي بعد ذلك؟ إذن كما تعودنا مشاهدنا الكرام تعرفنا على الضيف وعلى مواضيع هذه الحلقة، ودابا غادي نلتقيو مع ضيفنا في حوار. أستاذ محمد صبار، مرحبا بك. شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. الأستاذ محمد صبار أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ولد الأستاذ صبار بمدينة الرباط، وقد عينه صاحب الجلالة في منصبه منذ 3 مارس 2011. التحق الأستاذ صبار بوزارة التربية الوطنية سلك التعليم، وبعد حصوله على البكالوريا سنة 1979 كمرشح حر، قدم استقالته من الوظيفة العمومية ليلتحق بكلية الأدب والعلوم الإنسانية بالرباط، حيث حصل الإجازة في علم الاجتماع، وموازاة مع تحمله مسؤولية مدير مؤسسة الإمام الغزالي للتعليم الحر، التحق بكلية الحقوق وحصل على إجازة في القانون العام، ومنذ 1993 والأستاذ صبار يزاول مهنة المحاماة بالرباط. صبار الذي يتكلم لغة اليسار ويفكر بعقلية اليسار، والمناضل المعروف في عوالم اليسار، الذي دخل السياسة منذ كان طالبا، حيث انتمى الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والكل يعرف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب فترة السبعينيات، ثم انتقل إلى النضال في مجاله المهني من طبعا في ميدان التعليم، ودائما في اليسار وهو من قدماء الشبيبة الاتحادية، ثم كعضو اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والكتاب الإقليمي طبعا لنفس الحزب بالرباط، إلى أن أخذ السياسة إلى خارج الانتماءات الحزبية، لكن دائما في إطار سياسي يحركه شغف كبير بقضايا حقوقية، كنائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبعد ذلك رئيسا للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف لولايتين. تأتي بعد ذلك النقلة إلى الجانب الآخر من الطاولة، إلى موقع رسمي كأمين عام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. ما رأيك في هذا البورتري المختصر سي صبار؟ مسار عادي. طبعا كنت مناضلا سياسيا ومناضلا حقوقيا ومناضلا نقابيا حينما كنت أشتغل في قطاع التعليم، وطبعا راكمت تجربة متواضعة في العمل المدني، وفيما بعد عيني صاحب الجلالة في مارس 2011 أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفعلا تغير الموقع، ولكن أعتقد على أنه لم يتغير المسار. بالإمكان أن نشتغل ضمن هيئات المجتمع المدني، وبإمكاني أيضا أن نشتغل مواقع رسمية، لكن أعتقد على أن الهدف واحد، هو محاولة الإسهام بقوة في الإصلاحات المهيكلة ببلادنا، خاصة على مستوى حقوق الإنسان. هل هناك انسجام فكري بين الموقعين سي صبار؟ من حسن حظي أنني من موقعي كأمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان نشتغل من داخل المنظومة الحقوقية الكونية، وبالتالي هذه المرجعية تسعفني إلى حد كبير في أن أعبر عن مواقفي داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأعتقد على أن المنتوج العام اليوم للمجلس الوطني من خلال آرائي استشارية، من خلال مذكرته الموضوعاتية، من خلال تقريره السنوي، من خلال عدد من المبادرات المهمة التي أقدمها عليه المجلس الوطني، أعتقد على أنه هذا المنتوج مرضي إلى حد كبير. غادي نرجع معك لهذه النقطة هذه، ولكن في البداية بغينا، بما أن مسارك كان في اليسار وانت عندك واحد الرؤيه دابا لما يجري في المجال السياسي، طبعا رايك الشخصي، انت ماشي كامين عام، ولكن رايك الشخصي كاحد قدماء اليسار، ماذا يعني في اليوم ان ينتمي الانسان اليسار؟ ما هو اليسار في المغرب؟ هو في الواقع من الصعب بمكان ان نعبر عن موقفي الشخصي، لانه المشاهد الكريم سيرى فيه انه موقف للامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، ولكن لا باس. أعتقد على أنه اليوم اليسار عموما في أزمة، يعلم الجميع أنه بعد سقوط جدار برلين وقع هناك نوع من التشويش الإيديولوجي، عرفت عدد من الأحزاب اليسارية بأوروبا وفي باقي مناطق العالم. لابد أن يعيد اليسار نظرته للأشياء، وأن يعتمد على بعض الأدبيات التي كان يؤمن بها، ومن بينها التحليل الملموس للواقع الملموس. نحن طبعا أمام
تشرذم للحالة السياسية في بلادنا، وهذا أمر معروف لأنه للأسف الشديد هناك الآن نظرة تبخيسية للعمل السياسي مع الأسف لدى العموم المواطنين، وأصبحت السياسة هي وسيلة من وسائل الارتقاء الاجتماعي على عكس ما كان سابقا. كان هناك طبعا السياسة هي نضال في نهاية المطاف، هي تضحية، هي مساهمة من أجل بناء الوطن، من أجل بناء الديمقراطية. نرى الآن طبعا عدد من الشوائب التي تحيط بالعمل السياسي للأسف ببلادنا، وهذا أمر أعتقد ليس مقتصر فقط على اليسار ولكن يمكن أن نعممه على بقية الأحزاب. أنا هنا لست لأعطي درس لأي أحد، ولكن هذا انطباع وموقف شخصي، قد أكون طبعا خاطئا، قد أكون مصيبا. واش هاد المسألة هذه ديال هاد عدم التواصل اللي بقى اللي ما بقاش بنفس الحدة وبنفس يعني العمق اللي كان ما بين الشارع وما بين اليسار، هو اللي كيؤدي على أنه حاليا كاين واحد النقص على مستوى الحقوق بشكل عام، المجال الحقوقي حتى هو تراجع بنفس الطريقة. واش المسألتين مرتبطتين بعدا في وجهة نظرك؟ أولا أن الفعل السياسي الكلاسيكي لم يعد كما كان لسبب بسيط. اليوم في المغرب هناك 30,000 جمعية، بمعنى أن هناك نوع من بروز قوي للمجتمع المدني الذي أصبح متخصصا في قضايا كانت إلى حد قريب من اختصاص الأحزاب السياسية. ثانيا اليوم أمام ثورة رقمية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وأصبح العالم مجرد قرية صغيرة، وبالتالي إشكال التواصل داخل هذه الأحزاب. طبعا هناك الآن منافسة من وسائط أخرى للفعل السياسي من خلال الفعل البدني، من خلال ما نراه طبعا في شبكات التواصل الاجتماعي. هل هناك تراجع؟ ما أعتقد، لأنه كيفما كان الحال المغرب اليوم ليس بالمغرب الأمس. المغرب قطع خطوات مهمة جدا خاصة في مجال الحقوق المدنية والسياسية. يمكن اعتبار المغرب يشكل نقطة ضوء في المنطقة بالمقارنة مع دول الجوار وبالمقارنة مع عمقه الإفريقي. وأيضا هناك بعض التقدم على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالرغم من مجموعة من الإخلالات التي نعرفها على هذا المجال، لحد الآن لا زلنا لم نستطع تمتيع المواطن المغاربة والمغربيات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وإشباع حاجياتهم الثقافية. إذن من الصعب شخصيا أن أقول أن هناك تراجع. عمل الحق حقوق الإنسان بصفة عامة لا تسير في خط مستقيم. أستاذ صبار، يعني إلا جينا ندير واحد المقارنة على مغرب 2011 اللي كانت فيه انطلاقة على مستوى الإصلاحات، الوضع اللي حنا عليه في 2018، واش على الأقل ما غنقول لك شيء واش هو كيف خصو يكون، ولكن واش هو غادي نفس الصيرورة اللي كانت فيها الانطلاقة؟ وحركة 20 فيفري يعود لها الفضل في أنها كسرت نوع من الرتابة السياسية التي كانت ببلادنا، وأفضت طبعا إلى دستور جديد. هذا الدستور الذي يمكن أن نعتبره بمثابة صك للحقوق والحريات، 16 الفصل من الدستور مخصصة للحقوق والحريات الأساسية، وهذا مهم جدا. إضافة إلى ديباجة الدستور التي أشارت طبعا إلى سمو المواثيق الدولية وإلى تشبث المغرب بمنظومة حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا، علما أن الديباجة أصبحت جزءا من المتن الدستوري وليست منفصلة عنه. تتبع عند ذلك طبعا اصدار عدد من القوانين الجديده في اطار تنزيل الدستور الجديد. ربما كان هناك بطء تشريعي، لكن في جميع الاحوال كان هناك ورش لاصلاح العداله لاول مره. بس ماشي غير البطء التشريعي اللي كاين، كاين ايضا تناقض على مستوى المؤسسات الوطنيه اللي انبثقت من هذا الدستور. مثلا ملي كنشوفوا مثلا الاجتهادات اللي دارتها المجلس الوطني لحقوق الانسان على مستوى الارث، وكنشوفوا التناقض اللي كاين في المجلس العلمي الاعلى اللي هو انتم في تناقض تام معهم. ايضا البطء التشريعي اللي تكلمتي عليه اللي هو صادر عن واحد يعني المكلفين بتدبير الشأن العام ووضع القوانين واستصدار هذا، الى شنو هو المشروع الديمقراطي اللي كيطمح ليه المغرب بناء على هذا الشيء دابا اللي ذكرت؟ لا، ويمكن القول ان ما وصلنا اليه اليوم هو مهم جدا، وربما لا ينسجم مع انتظارات الشعب المغربي، هذا الشيء طبعا. لكن في نفس الان شيء مقلق سي صبار، هاد السبع سنين ولا ثمان سنين على استصدار الدستور وباقي المؤسسات الدستوريه ما اكتملتش. لكن بشرى كاين هناك نقاط قوة جدا، نقاط قوة، ويمكن نقول بأن المغرب حقق فيها نوع من الصبر. صحيح. أولا موضوع وحنا حيت طامعين، ماشي داك الشيء، لأن طامعين في الأكثر، الوتيرة جاتنا شوية بطيئة. ملاحظين بأنه اليوم وقع تعديل القانون العسكري مثلا، وطبعا بموجب هذا التعديل لا يحق نهائيا ولا يجوز أن يحال المدني أمام المحكمة العسكرية، علما أنه ليس هناك أي مقتضى دولي يمنع
محاكمة المدني أمام المحاكم العسكرية. هناك مبادئ توجيهية تلزم المحاكم العسكرية بالتقيد بالمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أي بإجراءات المحاكمة العادلة. أعتقد بأن هذه عملية غير مسبوقة لا على المستوى القاري ولا على المستوى الإقليمي، بل هناك بعض البلدان في بعض البلدان الديمقراطية التي زالت فيها المحاكم العسكرية قد يحال أمام المدنيون. الموضوع الثاني الذي حقنا فيه نوع من السبق هو التسوية الاستثنائية للمهاجرين الغير نظاميين. نحن بلد بموارد محدودة جدا، واستطاع المغرب طبعا أن يفتح باب المغامرة إنجاز التعبير من أجل طبعا تسوية أوضاع المهاجرين والمهاجرات ببلادنا. وإلى حد الآن هناك 92% من الطلبات التي قدمت في هذا الإطار تم قبولها، وتعلمين على أن المجلس الوطني يرأس لجنة الطعن، وهناك الآن مرحلة ثانية. إذن أيضا هذه خطوة جبارة ومهمة. يعاب على المجلس على أنه عنده اختيارات انتقائية مثلا في هذا في معالجة بعض القضايا، وعلى أنك الاهتمام مثلا بالصورة ديال المغرب خارج المغرب أكثر من العمل ديالو داخل المغرب، يعني في الحقوق الاجتماعية، الحقوق الاقتصادية، مسائل هذه مسائل خصها واحد العمق في الاشتغال، ويعني المنتظر من المجلس كقوة ما بقاتش قوة اقتراحية أكثر ما هي قوة يعني عندها حق التدخل، في حين كان توجهه مثلا الإيرت وكان توجهه الأشياء أخرى اللي كيعتبروها بعض المغاربة نوع من الترف. اولا الموضوع الإيرت هو باش نذكروا في السياق اللي جاء فيه الموضوع ديال المجلس المواضيع التي يعالجها يشتغل على كافه الحقوق بما فيها الحقوق الفئويه. ربما قد يكون هناك نوع من الضعف في متابعه إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ممكن، ولكن عموما ليست هناك انتقائية. هناك طبعا أولا نظرة شاملة، ثانيا كان هناك وضع أولويات. من بين أولويات المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو قضايا المرأة وتمكين المرأة. نعتبر أن هذه المسألة تعبر عن قناعة راسخة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بدليل أن 46% من النساء أو تمكينية النساء داخل المجلس الوطني تصل إلى 46%، وهي أعلى نسبة مقارنة بكافة مؤسسات الحكمة ببلادنا. بل أكثر من ذلك، هناك لجنتين جهويتين بالرباط وبوجدة التي حققت المناصفة، وهذا أيضا ليس بالشيء زعما الهين والسهل. ثم طبعا هناك قضايا أخرى تملنا بها لأنه فيها أوضاع ديال الهشاشة، فيها مثلا مؤسسات سجنية، مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية، مراكز حماية الطفولة، ثم موضوع طبعا المهاجرين والأجانب وخاصة مراكز احتجاج الأجانب في وضعية غير قانونية. بمعنى هناك سياسة تعتمد على أولويات أساسية من بينها قضايا المرأة، تملنا بموضوع ديال المناصفة، أعطينا رأي. طيب شنو هي طبيعة الأولوية في مسألة الإرت مثلا؟ هو لابد من الحديث عن السياق. أعددنا دراسة اختبرنا فيها مسألة المساواة في ثلاث مستويات أساسية. وش هي مبادرة المجلس أو بطلب استشارة من هيئة دستورية أخرى؟ هذه دراسة طبعا بمبادرة ذاتية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان. إذن اختبرنا المساواة في ثلاث مجالات أساسية، أولا في التشريع، ثم في التربية والتكوين، ثم في التشغيل. الخلاصات التي توصلنا إليها هي في الحقيقة معبرة ودالة. اليوم هناك مليون امرأة شاف دوفامي، بمعنى هي التي تتولى الإنفاق على الأسرة. وحينما نأتي طبعا إلى قواعد الإرث نجد نوعا من الحيف، ولذلك قلنا على أن هذه القواعد التي لا تدخل في باب العبادات بل تدخل في باب الأحكام والمعاملات لابد أن تراعي التحولات التي وقعت في المجتمع المغربي. هذا نوع من الإنصاف للمرأة وليس كبير يمكنك تعتبر أنه نوع من الطرف، لأن هذا مش موضوع ماشي ما عندوش واحد يعني الوقع مباشر على الحياة اليومية العادية. أبدا لأنه سنلاحظ على أنه الغالبية من في المجتمع المغربي من النساء الذين يعانين أحيانا من مأساة حقيقية في هذا الموضوع، خاصة مع وجود التعصيب. وفي جميع الأحوال كانت هناك توصيات متعددة، وردت توصية واحدة العار يطبقوا معنا ينفذوا غير بقية التوصيات. إيه كان عارف أنه كانوا 96 توصية في يعني هذا نقاش مهم، وطبعا لابد أن ينتظم حوله النقاش. المجلس الوطني لا يدعي القداسة، طرحنا توصية قابلة للنقاش. اليوم في تونس طبعا الرئيس التونسي بادر إلى تشكيل لجنة علمية حول هذا الموضوع، بل أكثر من ذلك كان هناك مقترح قانون الذي أحيل على البرلمان التونسي في موضوع المساواة في الإرت. هل أنت شخصيا مع المناصفة في الإرت؟ طبعا. طيب فيما يخص الحريات الفردية،
شنو قناعتك الشخصيه انت الان كيفاش كتشوف المدافعين على الحريات الشخصيه يعني في مجتمع كمجتمعنا المغربي في البدايه؟ اولا لابد ان نتفق على ان الحريات الفرديه هي جزء من منظومه حقوق الانسان أبناء أم كرينا، لكن كما تعلمين بشرى على أن هذه الحقوق والحريات لها مسار كما أقول دائما تدرجي. هناك عوامل سوسيوثقافية داخل أي مجتمع تحول بهذا القدر أو ذاك الاعتراف بالحقوق والحريات، وبالتالي لأن إن كانت منظومة حقوق الإنسان هي منظومة غير قابلة للتجزئة شاملة، لكن إعمالها لأن الإعمال هو سياسة يتطلب طبعا مراعاة أولويات. ولذلك سنلاحظ على أن حتى المشرع الدولي حينما وضع هذه المنظومة وضع أجيال، هناك الحقوق المدنية والسياسية، ثم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ثم طبعا أنا كنفهم على أنه كاين نوع من القيود. دابا إلى تبعت هذه الطرحة ديالك كاين القيود على هذه الحريات الفردية. لا، مثلا بعض المواضيع أعتقد على أنه لا تشكل حاجة مجتمعية ضاغطة في بلادنا اليوم. لست أدري بعد 10 سنوات بعد عقد من الزمن هل سيرتقي النقاش إلى مستوى التعاطي مع مثل هذه المواضيع. طيب كاين بعض الاتفاقيات والمسائل اللي وقع عليها المغرب رفع عليها التحفظ، ولكن على حيز التطبيق مثلا التنفيذ كنلقاو ان هناك تعثر في هذه المساله. اولا المغرب صدق على كل الاتفاقيات الاساسيه، والاتفاقيات الاساسيه 9، لكن صدق على باقي الاتفاقيات الاخرى. كنتكلم على البروتوكول ديال المرافق لاتفاقيه سيداو، وانت عرفتيني علاش كنتكلم وعرفتي التوجه ديال السؤال ديالي فين غادي. لا، انه المغرب اولا المصادقه على الاتفاقيات شيء مهم جدا، لانه يلزم المغرب ويضع على المغرب التزامات دوليه، ويسائل المغرب في الاستعراض الدولي الشامل حول مدى ملائمة التشريعات المغربية للمواثيق التي صدق عليها المغرب. المغرب صدق على 15 اتفاقية من 18، وطبعا هذا مهم جدا، واخرها طبعا البروتوكول الملحق باتفاقيه مناهضه التاديب. صحيح انه احيانا تكون هناك فجوه ما بين القانون وما بين الواقع، وصحيح ايضا انه هناك احيانا نوع من التفاوت في التعاطي مع قضايا حقوق الانسان حسب القطاعات الحكوميه ذات الصله بهذه المواضيع، وهذا امر طبيعي وعادي، والمجلس الوطني وجد لهذا الغرض من اجل تشجيع الدوله المغربيه والحكومه المغربيه اولا على المصادقه، ثانيا على الملائمه، ثالثا على الاعمال الفعلي للحقوق والحريات. تقدرك سي صبار واش حنا غاديين في اتجاه انتصار للكونيه في المطالب او للخصوصيه المجتمعيه؟ اعتقد على ان هذا الموضوع تم حسمه في مؤتمر فيينا سنه 1993 حيث انهزم دعاه الخصوصيه. لابد هنا ان نوضح على أن المشرع الدولي حينما وضع المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان استحضر كل الخصوصيات، وحينما نص على حرية العقيدة فهو أساسا كان يستهدف حماية الأقليات الدينية، بمعنى أنه الخصوصية هي في الإعمال ماشي في المنظومة. نحن كبلد اخترنا أن ننخرط في العولمة من جهة، أن ننخرط إلى جانب العالم المعاصر، وبالتالي مفروض علينا طال الزمن وام قصور أن ننخرط بقوة وبشكل كلي في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. سي صبار، البعد يعني اللي واخذوا العمل ديال المجلس هو بعد حداثي، واش هذا بالضرورة كيحطكم في مواجهة مباشرة مع الأصولية ومع دعاة المحافظة في البلد؟ يعني كاين هذا تجاذب بيناتكم؟ اولا لابد ان نعترف على ان المجتمع المغربي هو مجتمع متعدد متنوع، هناك طبعا طوائف اذا صح التعبير بمرجعيات مختلفه ومتنوعه. ما اعتقد على ان المجلس الوطني يضع نفسه خصم لاي طرف كيفما كان في هذا البلد. نحن نحتكم الى مرجعيه كونيه والى المواثيق التي صدق عليها المغرب، وبالتالي مجال الشغال المجلس الوطني هو مسيج طبعا، ونحن نعتقد على ان منظومه حقوق الانسان هي اللي تسمح ولغير الحداثيين بالتعبير بكل حريه عن مشاريعهم الاجتماعيه وعن افكارهم. منظومه حقوق الانسان تسمح لنا بتدبير الاختلاف وباحترام الاخر.
طيب احنا في مجال اللي يدعو للديمقراطيه، والمجلس هو من انصار الديمقراطيه، فبطبيعه ديال التكوين ديال المجلس كمؤسسه وطنيه ضروري يشتغل مع من صوت عليهم الشعب المغربي لتمثيله مثلا في تدبير الشان العام. واش كاين احيانا كتحسوا على ان كاين تعارض ما بين الاشتغال ديالكم نتوما والحكومه، مثلا هذه المساله ديال التباطؤ ديال صدور مجموعه ديال المؤسسات الوطنيه، شنو يمكن لكم مثلا نتوما ديروا في هذا الباب هذا كمجلس للدفاع على الانتصار للقيم اللي جا بها الدستور؟ اولا التجربه السابقه تعاملنا فيها مع الحكومه بشكل جيد، طبعا هناك تعاون متفاوت احيانا حسب القطاعات الحكوميه، سجلنا ذلك في تقريرنا السنوي. اليوم ايضا نشتغل مع الحكومه الحاليه، مع التقرير ديال ليغاليتي ولا باريتي كاين كيتكلم على تبخر وعود الدستور، لانه كان تاخر كبير جدا في الموضوع ديال إحداث هيئة الإنصاف، عفوا هيئة المناصفة أيضا، وقضاء أيضا المشروع ديال العنف ضد النساء، كان فيه واحد النوع ديال البطء، ولكن فيما بعد تم التدارك. هل البرلمان المغربي بغرفته صادق على سواء القانون ديال العنف أو على هيئة المناصفة واستحضر أو كانت هناك نوع من المراعاة ديال التوصيات ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان؟ هذا نقاش آخر، لكن أعتقد على أنه بالمجمل انه فيما يخص عدد من مشاريع القوانين او مقترحات القوانين التي احيلت على المجلس الوطني من طرف اما الغرفه الاولى او الغرفه الثانيه، تم اخذ بعين الاعتبار عدد من توصيات المجلس، بعضها وصل الى 70% كما هو الشان فيما يتعلق بمدونه الصحافه. امور مزيانه اذا. امور مزيانه، ولكن كنقول بانه كاين مجهود، على اي نحن لا نتحكم في المؤسسه التشريعيه ولا يحق لنا ذلك، ولا نتحكم في السلطه التنفيذيه. نحن طبعا مؤسسه دستوريه استشاريه تقوم بادوار الوسطه، هي وسيط بين انشغالات المجتمع المغربي والسلطه التنفيذيه، ومستقلين تماما عن السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه والسلطه القضائيه. نقدم عمل مديل بتوصيات، على الحكومه ان تتفاعل مع هذه التوصيات، من العيب ان تتجاهل توصيات مؤسسه وطنيه لحقوق الانسان. سي صبار شكرا لتلبيتك دعوه الكلام المرصع، غادي ننتقلوا للجلسه الثانيه ونستقبلوا ضيفتنا والمحور اللي اختاريته. شكرا لك. شكرا. تنهضر انا الدور الايجابي اللي لعبه المجلس فيما يخص هذه الديناميه، فمثلا تطرق لواقع السجون، التقرير نتاعو على السجون، تقرير على المستشفيات تاع الامراض العقليه، مساهمته كذلك في ملف الاجهاض وخاصة الإجهاض السري والإجهاض اللي تنسميه دي في جي، يعني لانتيروبسيون دو غروسيس فولونتير، يعني واللي لعب فيه واحد الدور وعطى فيه مذكرات. كذلك فيما يخص العنف ضد المرأة اللي لعب فيه دور، ولا القضية نتاعت المساواة، ولا قضية المهاجرين بطبيعة الحال السريين والمهاجرين من جنوب الصحراء في 2014، كل هالشيء اللي خديناه في الدينامية تلقاوه إيجابي طبيعة الحال. وأنا دائما كنقولها عندنا قوانين رائعة تضمن حقوق الإنسان تضمن، ولكن في التطبيق كاين تراجعات، كاين تراجعات على مستوى تطبيق مدونة الأسرة اللي هي تضمن حقوق ماشي فقط المرأة، ولكن حقوق المرأة وحقوق الأسرة برمتها وحقوق الأطفال. كاين تراجع على مستوى الجانب الصحي اللي كيتعتبر من لي باز او من البنيات الاساسيه للانسان، وهذا الشيء كنعرفوه من خلال يمكن دوره بسيطه على المستشفيات وعلى المستشفيات الجامعيه وعلى بعض المناطق اللي ما كتوفرش حتى على مستوصف. كاين تراجع كذلك على مستوى الاخلاق الحقوقيه اللي كنا كنفتخروا بها في المغرب. المعيقات نتاع الديناميات يمكن لنا ناخذها بعض التصرفات نتاع الاجهزه الحكوميه مثلا، اللي حتى تتخذ من على برا ضد المغرب، مثلا في الوقت فاش مثلا واحد ممثل حكومي تيمشي لجنيف وتيصرح باشياء اللي هي ضد حقوق المراه ضد الحقوق الفرديه، فتؤخذ بانه هو عنده فوبيا ضد الحقوق الفرديه، وتؤخذ ضد المغرب لانه تنوليو بحال رانا نحترم الحقوق المراه، رغم ما حققته الحركه النسائيه وحق المجتمع المدني وحق المجلس في تقدم الحريات. كذلك في اداره المعرقلات هو لو تو سيكوريتير، اي السياسات الزجريه، لان
اللي تعاملت بعض المرات مع بعض المظاهرات وبعض الاحتجاجات الاجتماعية اللي عندها مبررات نتاعتها، ولكن هذاك لو تو سيكوريتير يعني الزجري اولا من غير التفاهم وفتح الحوار حتى هو تيلعب دور ويستعمل من طرف اعداء حقوق الانسان ومن طرف اعداء المغرب في ضد المغرب. فهذو كلها معرقلات. ما احوجنا الاليات الحمائيه والاليات الزجريه وعدم الافلات من العقاب. هذا كله الا ما كناش كنديروا القانون وكنديروا آليات لتطبيقه وكنديروا آليات الوقاية قبل ما نوصلوا للاحتكام ليه وكنديروا آليات للحماية والزجر، فدائما حقوق الإنسان في المغرب غتبقى فيها نقاش. إذن بعد ما تابعنا روبورتاج مشاهدينا الكرام، عدنا إلى بلاتو الكلام مرصع واستقبلنا ضيفة الأستاذ محمد صبار اللي هي الإعلامية صباح بن داود. مرحبا صباح. سي صبار، اختاريتي موضوع الأول في هذه الجلسة ديالنا هي واقع حقوق الإنسان بالمغرب. واش كتشوف على أنه كاين أشياء مازال ما تمش التعامل معها بشكل اللي خصو يكون، لهذا اختاريتي هذا المحور أو لأن لديك أسباب أخرى؟ طبعا أنا قلت مزيان استغلوا هذه الفرصة هذه، على الأقل نديروا فيه واحد التقييم ولو سريع وربما للنسبة على الوقت باش يكون معمق حول الحالة ديال حقوق الإنسان بلادنا، علما على أنه كاين وجهات نظر مختلفة في تحديد المؤشرات لقياس الحالة ديال حقوق الإنسان في بلد معين. صباح بن داود، شنو هي المواقع اللي ترتك في هذه المسألة اللي في التقييم، يعني المسائل اللي يمكننا نتعرضوا لها؟ يمكن في البداية نتكلموا على وضعية السجون في المغرب. فعلا، لأنه أنا كنتابع بشكل مباشر العمل الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأعتقد أنه عمل جد مهم، عنده بعد إنسان وعنده بعد استراتيجي، وبالتالي فالتقارير التي يصدرها من حين لآخر تكون تقارير جادة عندها مرجعية علمية. من بين التقارير اللي انتبهت لها بشكل كبير واللي فيها استفادة كبيرة هو التقرير الذي أصدرته أستاذ محمد صبار في أكتوبر 2012 حول وضعية السجون، تقريبا هذه 6 سنوات. هو التقرير اللي تضمن 100 توصية واللي شاركت فيه مجموعة من المهتمين بالمجال التشريعي، بالمجال القانوني، بالمجال النفساني، بالجانب الاجتماعي، وبالتالي ركزتم أو خلصتم في هذا التقرير إلى ضرورة تدخل العديد من الفاعلين لجعل السجن في المغرب يعني فضاء تحترم فيه كرامة السجين. طبعا التقرير تضمن الحديث عن 15 مؤسسة سجنية، وكانت فيه تفاصيل كثيرة جدا فيما يخص ويتعلق بالجانب التسيير اليومي لهذه السجون، يعني دخلتم في تفاصيل دقيقة تتمثل أساسا في علاقة السجين بالإدارة التي هي مشرفة على هذا السجن، ثم هناك الجانب التشريعي والقانوني. هذه أكثر من سنة ونصف نظمت يوم دراسي حول تفعيل آليات هذه 100 توصية. نبغي نعرف إلى أي مدى استطعنا أن نقوم بتطبيق تلك التوصيات التي وردت في التقرير الذي صدر سنة 2012. هو فعلا كان هناك اجتماع تقييمي حضرته المندوبية العامة لإدارة السجون وبعض المتدخلين في المؤسسات السجنية ببلادنا لنقاش مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني والمديلة في تقريره المتعلق بالوضعية داخل السجون المغربية. يلبقوا الامباكت، أولا اليوم عندنا مشروع ديال القانون الجنائي الذي ينص على العقوبات البديلة، هذه توصية مهمة لأنه لوحظ على أنه عندنا من أهم المسائل. سي صبار، إذا كان أعتقد كاين مسألة الاقتضاد بالأساس وكاين الأم ثانيا والأسباب ديالها، هذه الدائرة الأم، لأنه الساكنة السجنية اليوم كتوصل لحوالي 76,000، فرنسا عندها 73,000 مع استحضار فارق السكان ما بين المغرب وفرنسا، وهذا طبعا عنده أسباب متعددة. أولا كاين بطء إجراءات التقاضي، هذا عامي من العوامل، لابد من ترشيد الاعتقال الاحتياطي لأن أحيانا تكون هناك المدد القصيرة حتى هي ضمانات، ثم أنه
في الوقت الذي أنجز فيه التقرير كان حوالي 7000 سجين وسجينة العقوبة ديالهم تقل عن 6 أشهر، وبالتالي هذا يدفع بقوة إلى التفكير في العقوبات البديلة. المشروع الحكومي المتعلق بالقانون الجنائي استجاب لهذه التوصية، هذا أيضا من القوانين الأساسية اللي كتراعي الضمانات الأساسية اللي توفر عليها كل من ساقته الأقدار للوقوف أمام العدالة. وكاين لامباك التاني هو المشروع الجديد ديال مدونة السجون. إذا فيما يتعلق بهذا الشيء ديال السجون كاين مجهود، ولكن أمام الاكتظاظ تتكون صعوبات كبرى. اليوم خصنا نرجعوا الساكنة السجنية إلى الحد اللي هو كينسجم مع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية. كل ما كان هناك اكتظاظ يكون تأثير على الولوج العلاج، تأثير على شروط الإقامة، تأثير على الميزانية ديال السجين بنفسه. ببناء خصنا نقضيو على هذا الموضوع ديال الظاهرة. هذه الظاهرة فيها واحد العدد ديال المتدخلين. اليوم مثلا مسطرات الإفراج المقيد أو المشروط لا تفعل، وهذا محامي خصو ما يديروا هذا الشيء لأنه لا تفعل. مثلا كاين كنلاحظوا أنه كاين نسبة عالية في حالة العود، بمعنى أنه كاين فشل نسبي في سياسة الإدماج. درسنا نعطيو لهذه القضية واحد الأهمية قصوى، لأن المؤسسة السجنية هي توضعت أولا من أجل الردع، ولكن أيضا من أجل الكوريكسيون الإصلاح وأيضا الإدماج. ما يمكنش نعتمدوا على الردع فقط وما نديروش الإصلاح وما نديروش الإدماج، لأن الغاية من العقاب في نهاية المطاف هو إصلاح هذاك الجاني باش يرجع مواطن عادي طبيعي. أختي صباح اسمحي لي، واش كتشوفي على أنه المجالس الجهوية لمتابعة ما يقوم به المجلس كيمكن يكون عندها دور في يعني في أمور من هذا القبيل هذا، باش ننتقلوا أيضا لتطوير النقاش؟ أعتقد على أن المجالس الجهوية لأن الظاهر المحدد لي يعني الوظائف المجالس الجهوية معروفة هو القرب ونقل الآراء والأفكار والحالات التي هي يعني كتوقع سواء داخل السجن أو في علاقة السجين بالإدارة السجن. غير كيبان لي على أنه التقارير التي كيتوصل بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الاتجاه، هل يتم مثلا هل تستفي كل القواعد الشكاية التي يتوصل بها المجلس؟ هل يقوم المجلس مثلا بتحقيق حول هذه الحالات حتى يقع نوع من التنسيق بين المجلس الوطني كإدارة مركزية وبين المجالس الجهوية 13؟ وطبعا أنا غير بغيت نشير بأنه هذا الامتداد المجالي للمجلس الوطني ما كاينش واحد العدد ديال المؤسسات الوطنيه، بمعنى المؤسسات الوطنيه اللي عندها امتداد مجالي من خلال اللجان الجهويه قليل بزاف، مكسيك والهند وبعض التجارب الاخرى. وطبعا كان الهدف من احداث مجالس جهويه اولا كتدخل في اطار سياسه القرب، وايضا ان هذه المجالس الجهويه لها نفس اختصاصات المجلس الوطني على المستوى الجهوي او المجالي، فهي ايضا من بين اختصاصاتها هي زياره المؤسسات السجنيه ووضع تقارير. فعلا مسطره تلقي الشكايات تتخضع طبعا للتحقيق والتحري، وطبعا في نهايه المطاف كنرفعوا توصيات للمندوبيه العامه من اجل معالجه بعض الاختلالات، بل انه اكثر من ذلك انه في بعض القضايا اللي كتتعلق بسوء المعامله او احيانا التعذيب فطبعا كنرفعوا توصيات، وكان هناك استجابه بحيث انه دارت اجراءات تاديبيه في حق بعض الحراس اللي كيخالفوا طبعا القواعد المنصوص عليها في مدونه السجون. في هذا الاتجاه استاذ الصبار كاين مساله تتعلق بتكوين حراس السجن وموظفي السجن وتعريفهم بالقواعد بابسط القواعد حقوق الانسان في علاقتهم من مع 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 مع, مع السجناء، ربما لي الحد من تلك العلاقه اللي كتبقى متشنجه الى حد ما بين الطرفين. طبعا صباح المجلس الوطني الان عنده معهد تكوين اللي كيتسمى معهد المرحوم دريس بن زكري، وخلال اقل من 18 شهر درت تكوينات متعدده ومكثفه استفدوا منها اكثر من 3000 مستفيد ومستفيده. ضمن هاد 3000 مستفيد ومستفيدة عملية الانتقاء ديال الموظفين او البروفايلات اللي يمكن تشتغل داخل المؤسسة الشركية؟ ضمن هاد 3000 مستفيد ومستفيدة كانوا الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومن بينهم
حراس السجون او الذين يشتغلون داخل المؤسسات السجنيه بمختلف الرتب ديالهم، بمعنى المديرين كانوا تكوين، رؤساء المعاقد كانوا تكوين، الحراس كانوا تكوين. وفي التكوينات الاخيره اللي تلقاو الناس، لان المغرب مقبل على احداث الاليه الوطنيه للوقايه من التاديب، وهذه الاليه طبعا اللي غتكون ضمن البنيه الاداريه والتنظيميه ديال المجلس الوطني لحقوق الانسان، هذا اختيار المشرع المغربي، وكان من الضروري بمكان انه يكون واحد التكوين مكتف عالي لهاد الناس اللي غيكون عندهم علاقه بالاليه الوطنيه، بمعنى كان تكوين لفائده اطر المجلس الوطني لحقوق الانسان، ايضا لرجال ديال الشرطه، وكنذكر بانه كان تكوين بمدينه العيون اللي كان بمبادره من المجلس والمندوبيه الوزاريه لحقوق الانسان. الهيئه القضائيه مثلا، يعني كاع اللي عنده علاقه بهذا، كاع اللي عندهم علاقه طبعا، كان فيه ايضا قضاه، وكان حراس ديال السجون، وكانوا رجال ونساء الشرطه ايضا، لان هذا الموضوع والدرك الملكي والوقايه المدنيه، بمعنى كان واحد العدد ديال التكوينات اللي مهمه، واللي كيبان على انه كاين واحد النوع ديال المصارحه ديال الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين مع التشريعات المغربيه. عندكم الدولية لحقوق الانسان، عندكم مخاطب في هذه المؤسسات، يعني لتعجيل تحريك المسطره مثلا، اذا كان نتوفر على مخاطبين اولا في كاع الوزارات اللي عندها علاقه بالموضوع، وزاره الصحه، وزاره الداخليه، المندوبيه الوزاريه، وزاره الدوله لحقوق الانسان، لابد من مخاطب، ووزاره العدل ايضا لابد من مخاطب ديال المؤسسات مع المجلس الوطني، وايضا عندنا في المؤسسات الاخرى سواء تعلق. ولكن رد الفعل ديالهم واش كيكون بالسرعه المطلوبه؟ لان هذه مسائل فيها واحد الوتيره اللي سريعه، ما كيمكنناش فيها ننتظروا كثير. الى بغيتي تذكرها بشرى، لانه سبق للحكومه السابقه ان درت واحد البلاغ اللي تتعهد فيه وكتلتزم فيه بالجواب عن الشكاوى التي يرفعها المجلس الوطني داخل اجل لا يتعدى 3 اشهر، واعتبرنا على ان هذا جواب على بعض التعثرات وعلى بعض البطء اللي كيكون. ولكن عموما كنتم تفعيل هذه المذكره فعلا بعض الوقت عموما اليوم عموما اليوم يمكن لي نقول بانه عندنا تجاوب، كيف ما قلت قبيله كاين تفاوت ما بين القطاعات الحكوميه، ما بين الصحه، ما بين الداخليه، ما بين كذا، ما بين كذا. السجن تسمح لي بصيغه المؤنث، كنعرفوا على ان النساء اللي كيكونوا احيانا في السجون كيكونوا مرافقين بالاطفال ديالهم، فكيفاش كيمكننا نتجاوزوا مثلا هذه الوضعيه السجنيه بالنسبه لهذاك الطفل، نخرجوه من هذا المحيط ديالو، لان عنده واحد الحق في العيش وفي التعامل مع العالم الخارجي. وانا تحكت لي اشياء اللي زعما صعيب ان الانسان يحكيها في هذه الظروف هذه، لان الاطفال ما تعرفوش ما ذكرت بشرى هو النساء اللي تيولدوا في السجن، يعني كتولي التزامات مع الطفل، مع الام، لانهم مرافقين لوازم، يعني كتهم الطرفين معا، شكل اللي كيولي عبء على الاسره ديال السجينه وعبء على الاداره ديال السجينه. وممكنش الطفل نخليه سجين مع امه في واحد المرحله منذ سنتين الى ما خاتنيش الذاكره، اللجنه الجهويه ديال الدار البيضاء نجات واحد التقرير خاص بالنساء السجينات في كل السجون اللي داخله جهه الدار البيضاء الكبرى. وطبعا كانت هناك تشخيص لهذا الوضع ديال السجينات بما فيهم السجينات الاجانب، وخصوصا الذين ينتمون الى القاره الافريقيه. كاين شي تمييز في هذا الاطار ما بين السجين سجينه مغربيه وسجينه اجنبيه؟ لا، ما كاينش تمييز، ولكن كاين معاناه ديال السجينات الاجانب من القفه، من بعض الحاجيات ديالهم. كتعرفوا بان الاوضاع البيولوجيه ديال المراه تختلف عن الرجل، واحيانا كتحتاج شي حاجه اللي ما كتلقاهاش. اذا كاين هذه الوضعيه هذه، ولكن كاين هاد الاطفال المرافقين للسجينات اللي محكوم عليهم. اليوم كاين تجربه جديده اللي قامت بها المندوبيه، وهي دور ديال رياض الاطفال ديكراش، بمعنى كيخرجوا بالسياره يقضيو النهار كامل في لاكراش، وكيرجعوا عند الامهات ديالهم. طبعا هو وضع صعب. كاين حتى المتابعه ديال التعقيم ديال الاطفال داخل السجن، متابعه الملف الطبي ديالهم. كاين متابعه على الطبيه الاخيره، كاين مبادرات اعتقد ديال المجتمع المدني اللي كيحتويوا هذه الظاهره هذه، وكيحاولوا انهم يخلقوا لهم علاقه مع العالم الخارجي. كاين مثلا في جهه الدار البيضاء تتلقى الزوج السجين والمراه السجينه، وبالتالي لعبنا واحد الدور باش يتلقاو هاد الناس، باش يتشوفوا على الاقل في الاعياد، في كذا في كذا، بمعنى تخفيف واحد العبء ديال المعاناه وديال عدم التواصل مع الطرف الاخر اللي كتربطهم طبعا علاقه زوجيه. طيب صباح، لان الوقت ما كيرحمناش. على اساسيه، لانه في انتم دايرين شروط ديال مثلا تلقي الشكاوي، مثلا كتجي الشكايه البطاقه الوطنيه، رقم البطاقه، نوع الشكايه، هذا كتكتب الشكايه، لكن الانسان امي كيكتب له امي. ولكن هنا الان دابا فين كنمشيو للعالم الرقمي استاذ صبار، كتولي التكنولوجيا حاضره، يكفي واحد انه يدير شريط
بالهاتف النقال ويقدر يبلغ الشكايه ديالو بدون ما نمشيو لهاد الاجراءات واش كياخذ واش نزيدش ياخذ بعين الاعتبار هذا التطور التكنولوجي السريع اللي حدث في العلاقه بين الانسان هذا انسان معرف اللي كتبغي تقول صباح يعني راه كنشوفوا وجهه تماما لا نتلقى الشكايات بجميع الوسائل سواء بالبريد المضمون سواء بشكل مباشر سواء بالميل سواء بكذا نتلقى بجميع الوسائل ديال الاتصال من اجل تسهيل هذه المهمه على المواطنات والمواطنين وطبعا واللجان الجهويه ايضا تتلقى الجهات على مستوى الجهه وان كانت بعض الشكايات كتهم المركز تحالوا على المركز لان الاشكال كاين هنا في المركز ماشي في الجهه ونقوم ايضا بالارشاد احيانا كتجيك شكايه تهم مثلا الوسيط القانون الجديد او الظاهر السابق تعطينا هذه الامكانيه ديال الاحاله مثلا على مؤسسات الوسيط وكنوجهوا ايضا المشتكين في الختام صباح لانه اخر الوقت ما تسمحش اخر سؤال باش نختمو انا غير اخر سؤال في المساله ديال المجلس الوطني لحقوق الانسان واش كاين تجاوب ما بين ما يصدره من تقارير وتوصيات بين المجلس الوطني لحقوق الانسان وهيئات اخرى تشتغل في نفس الميدان بمعنى صباح مع جمعيات في المجتمع المدني أولا نحن لنا قناعة راسخة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يمكن نهائيا ومطلقا نجحوا في المهمة ديالنا بمعزلة على المجتمع المدني المجتمع المدني شريك أساسي ورئيسي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وبالتالي طبعا المادة اللي كنشتغلوا عليها بمعنى أن كيشتغلوا عليها واحد العدد ديال الجمعيات كلهم من موقعه جمعيات طبعا المجلس مفتوح للجميع طبعا مفتوح للجميع ودليل في ذلك أن بعض الآراء الاستشارية أو بعض القضايا كانت فيها مقاربة تشاركية موضوع الإجهاض اعتقد اكثر من 250 استشاره ما بين اطباء ما بين ممرضين ما بين لي ساجفام ما بين وزراء سابقين الصحه ما بين المجتمع المدني ما بين الجمعيات النسائيه بالخصوص وبالتالي باش نبرر واحد الراي اللي لانه المجلس الوطني لحقوق الانسان لابد اولا ضروري خصو يستافد من التجارب الاخرى وطبعا باش يدير واحد الا بغينا نقول واحد القيمه مضافه في المنتوج ديالو. شكرا استاذ صبار، شكرا اخت صباح، فرصه طيبه. مشاهدينا الكرام غادي ناخذ بعض شهادات ونلتقي في المحور الثاني. نحن عندما أسسنا المنتدى في 28 نوفمبر 1999 بمعنى بعد 3 أشهر تقريبا على جلوس محمد السادس على العرش اعتبرنا بأنه المرحلة كتعطي واحد الأفق ديال أنه نقطعوا مع الماضي بمعنى جوج المستويات، أولا القطع مع انتهاكات الجسيمة وهذا يقتضي ضمانات، وما بين الضمانات هو الولوج إلى البناء الديمقراطي الحقيقي بركة من توافقات وتسويات تاريخ كله ديال التسويات ولا حتى الأمور اللي كانت كتبنى عليها تسويات اللي ما كتحلش المشكل ديال الحكمة الأمنية دائما كاين انفلات أمنية كاين صراع سياسي، وهذا هو النقطة الثانية هو بناء واحد الاطار مؤسساتي اللي كيضمن التدبير السلمي والديمقراطي للصراع الاجتماعي والاقتصادي وايضا السياسي. من ضمن اهداف هيئه الانصاف والمصالحه هو وضع ضمانات من اجل ضمان عدم تكرار ما جرى. وهذه الضمانات حاولت ان تعكسها في التقرير ديالها الختامي. عكستها في التقرير ديالها الختامي من خلال توصيات اللي كان فيها يعني البعد السياسي المرتبط يعني بالنظام السياسي في المغرب، كذلك في توصياتها المؤسساتية وتوصياتها المرتبطة بجانب الأمني وجانب الحكامة الأمنية وتوصيات دستورية وحول ماذا يتعين أن يعني في إطار الإصلاح الدستوري، لأن الشيء يعود إلى سنة 2004، الإصلاح الدستوري كيف يتعين أن يكون وشنو هي الضمانات الدستورية التي يتعين أن تدمج داخل الدستور. نحن نعتبر بأنه الأساس هو الحقيقة باعتبار الملف مرتبط بالحقيقة والملابسات ديال الاعتقالات وديال الانتهاكات، وبالأساس انتهاكات الجسيمة اللي هي الاختفاء القسري الإعدام خارج القانون وأيضا التعذيب. هذو 3 المستويات اللي كنشتغلوا عليهم وقلنا بأنه لا بد من الحقيقة على مستوى الحقيقة باش ما نعاودش نرجع على مستوى الحقيقة لا زالت هناك ملفات عالقة باعتبار هذا ملف أساسي وبدون حقيقة كيصعب أنه نتقدموا
بشكل أكثر مما تقدمنا فيه في هذا المستوى، خاصة كي ننتظروا في الأرقام، ولا ننتظروا لأن المجلس الوطني قريبا لحقوق الإنسان يعطينا تقرير نهائي باش نتفاعلوا معه بتدقيق، إذا ما ندخلش في الأرقام. الحالات سواء كانت 7 ولا 6 حسب كي يقولوا، هي حالات كافية، غير حالة واحدة كتير المسؤولية في العلاقة مع ضمانة عدم تكرار. ولكن كاين جوج الأسئلة مطروحة، إلى أي حد تم تفعيل هاد التوصيات؟ صحيح أن كان عندنا دستور ديال 2011 اللي جا في سياق إقليمي ووطني يعني محتقن جدا، وكان تم إدماج الكثير من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في الدستور ديال 2011، وبالتالي جا السقف عالي في مجال الحقوق والحريات، حظر التمييز، حظر العنف أيا كان مصدره، تجريم انتهاك الجسيمة، تجريم الاختفاء القسري، تنصيص على عقوبات يعني الشديدة، واحد المجموعة من الأمور التي تمت دسترتها. واش تم تفعيل الدستور؟ إذن مشاهدينا الكرام، بعد ما تابعنا الروبورتاج عدنا إلى بلاتو الكلام المرصع، واستقبلنا في هذه الفقرة هذه ضيف الأستاذ محمد صبار الثاني اللي هو الأستاذ بوبكر لارغو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا. شكرا على الاستضافة. شكرا سي محمد. مرحبا. المحور اللي اختاريتيه سي صبار هو محور العدالة الانتقالية، وانا غنستغل الفرصة وغادي نقول لك واحد الارقام اللي قلتيها مؤخرا في جنيف اللي كتقول على ان المغرب يعني بالنسبة لهذا العدالة الانتقالية كلفاته مبلغ قدره 220 مليون دولار امريكي، وتم الكشف عن مصير 805 ديال الحالات ديال الوفاة تتعلق هي الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والاستعمار غير المتناسب للقوى العمومية، وهادشي كله في اثناء الدورة 37 مجلس حقوق الانسان في جنيف. ثم أيضا تم الإعلان عن تحديد أماكن دفن 385 حالة واستخراج رفات 185 متوفى. وفيما يخص جبر الأضرار الفردية، بلغ عدد مستفيدين من التعويضات المالية أكثر من 27 ألف مستفيد، مبلغ إجمالي قيمته 204 مليون ديال دولار أمريكي، و1335 ضحية وذوي حقوقهم استفادوا من برنامج الإدماج الاجتماعي، و540 حالة استفادت من تسوية الوضعية الإدارية والمالية، إضافة إلى 18 ألف مستفيد من التغطية الصحية. هدف ما يخص هذا الملف اللي كنعرفوا على ان العداله الانتقاليه هي جات واحد كتجي في واحد المرحله عند الشعوب اللي كانت عندها مشاكل، كتحدث واحد المصالحه ما بين الدوله طبعا وما بين المجتمع. فتدبير هذا الملف شنو كان اكبر عائق فيه سي صبار؟ ايوا طبعا تجارب العداله الانتقاليه كلها معقده ليست بالسهله، لانه هناك تحري وابحاث في قضايا تعود لسنوات مضت ربما لعقود من الزمن. إذن هناك اصطدام أولا بالأرشيف، ونعلم جيدا أنه إلى حين حكومة عبد الرحمن اليوسفي وضع قانون الأرشيف، كان ديك الساعة مشروع قانون وضعته وزارة الثقافة التي كان يرأسها الوزير الأشعاري. إذن كان هذا الإشكال، كان الإشكال ديال وجود شهود عصر الأحداث خاصة حينما تعود للزمن الطويل جدا. كاين احيانا بعض الشهادات اللي ما كتعطيكش تقاطعات وكتعطيك تناقضات. اذا كاين تعقيدات في الموضوع، ثم انك كتشتغل على موضوع ديال الذاكره وكتشتغل مع ضحايا انتهاكات جسيمه لحقوق الانسان اللي عاده الذاكره ديالهم كتكون فيها واحد الخزان كبير من الاتهامات، وبالتالي كطرح عليك صعوبه التحرير ذاكره الضحايا من الاتهامات الكبيره والمزدحمه في ذاكرة الضحايا. إذن ثم طبعا الأساسي والمهم جدا، لأنه جبر الضرر مهم، تعويض مهم، ولكن الأهم من هذا هو ضمانة عدم التكرار، لأن كنعتقد بأنه الطي ديال الصفحة لابد أنه يكون طبعا مرتبط بتدابير وضمانات وإجراءات، بعضها ذو طبيعة سياسية ودستورية وتشريعية وتربوية، لتأسيس مجتمع جديد ودولة جديدة تقوم على أنقاض ما وقع في الماضي. احنا غادي نعرف هذا المسار، كنعتبر بأن التجربة المغربية مميزة، عليها ما لها وعليها ما عليها، لأن في نهاية المطاف هي تجربة سياسية. طيب نلتج الحقوقي هنا باش نقول الملاحظات ديال الحقوقي على هذا الملف هذا. إذن كما قال سي صبار، الملف معقد لأن ما كانش تجربة أو وصفة اللي يمكن أننا نمشيو فيها، لأن كل تجربة بتاريخها بمكانها بسياقها، هذه الأولى. ما يمكنش الآن مثلا نحاسب هيئة الإنصاف والمصالحة بما توصل التراكم اللي وقع
عبر التجارب الدولية إلى حد الآن. فبالتالي خصنا نشوفوها في ذاك المنظور في ذاك السياق، خاصة أنها تختلف عن التجارب الأخرى لأن ما كانش فيها تغيير النظام داخل النظام. ولكن كان يمكن نتسألوا على لأن اللي أساسي فيها في الآليات اللي فيها الآليات فيها المساءلة، من بينها أيضا جبر الضرر، من بينها عدم التكرار، والمغزى نتاعها كله هو سيادة القانون وأيضا سيادة حقوق الإنسان. فهنا يا كانت سألوا شنو هي سي محمد، يمكن يقول لنا فين وصلنا، فين وصلنا أولا في عدم الإفلات من العقاب الآن، وإن هذا هو عدم التكرار، هو هذا عدم الإفلات من العقاب فين وصلنا، لأن التجربة لا يمكن أن تسمح بتكرار الأخطاء. نعم، إذن هذا العادة الانتقالية جاية باش نقطعوا مع الماضي، ولكن بطريقة أن لا يكون هناك عدم الإفلات من العقاب. واش الدولة غادا في هذا الاتجاه سي صبار؟ وإلا رجعنا للوثيقة الدستورية أولا ورجعنا للتصويت ديال هيئة الإنصاف والمصالحة، غنلقاو بأن عندها أثر في الوثيقة الدستورية الجديدة، ومن بينها طبعا الاستراتيجية ديال الإفلات من العقاب. من بين المقتضى الدستوري اللي باقي ما وقعش التنزيل ديالها هو موضوع ديال الحكم الأمنية والمجلس القومي للأمن إلى آخره، بمعنى هذه باقا قضايا اللي باقي خص فيها مجهود من المؤسسات التشريعية طبعا من أجل نقطعوا لمرحلة أخرى فيها المؤسسة ديال واحد المؤسسة اللي كتوضع سياسة جديدة البون غوفيرنونس ديال السيرفيس سيكوريتير، وكيفاش أننا نربطوا هذاك المبدأ اللي جا في الدستور المغربي ما بين المسؤولية والمحاسبة. اليوم طبعا ضروري المغرب يوصل لهذه المرحلة ديال القطع مع الإفلات من العقاب. علاش؟ لأنه ثبت أن الإفلات من العقاب كان هو السبب الرئيسي في تواتر انتهاكات الجاذبية لحقوق الإنسان فيما يسمى بسنوات الجمر والرصاص. لو ما كانش كان ربط المسؤولية بالمحاسبة ما نوصلوش أو ما نكونوش التاريخ ديالنا اللي عرف طبعا بعض المآسي منذ بداية الاستقلال. طيب على هذا المستوى ديال جبر الضرر، كاينه مسألة أخرى اللي هي كتدخل في هذا السياق اللي هي مسألة إعادة الإدماج. هاد الناس هادو اللي عاشوا واحد ظروف معينة أو ذوي الحقوق ديالهم، فين وصلنا في هاد في الصيرورة هادي؟ وكاينة حالات واحدة أخرى ممكن نرجعوا لها بالتفصيل من بعد، ولكن هادو اللي أصلا قبل أن الحالات ديالهم يمكن المعالجة ديالها. أولا غير نبغي نذكر المشاهدين على أنه الإدماج الاجتماعي لضحايا سنوات الرصاص كانت قيمة مضافة في التجربة المغربية، تجارب أخرى ما عرفتش هذا الموضوع ديال الإدماج الاجتماعي. من بين أيضا القيم المضافة أن التعويضات التي قدمت للضحايا اليوم هي الأعلى بالمقارنة مع كل التجارب الوطنية عبر العالم. مسألة ثالثة من بين القيم المضافة هو إعمال مقاربة النوع، النساء ضحايا انتهاكات تقاضين تعويضات أكبر من التعويضات التي كانت مستحقة للضحايا الذكور. هذه من القيم. تعويضات مادية ضرر نفسي راه ما يمكن حتى شي حد يعوض عليه. كانت مصاحبة لأن هادشي اللي عطى الله، لأنه التعويض راه ما يمكنلوش يعوض سنوات من المهنة، هذا أكيد، ولكن هذه إجراءات رمزية. الترسبات ديالها. طبعا هذه إجراءات رمزية لأنه الترسبات والمخلفات الصحية أو النفسية. المرحوم إدريس بن سكري وهو على فراش الموت وقع اتفاقية ديال التغطية الصحية، وبالتالي الآن عندنا واحد عدد ديال الضحايا أو ذوي الحقوق الذين لا يتوفرون على تأمين خاص ولا على تغطية صحية في قطاعين آخر أو في قطاعات أخرى، نستفدوا من نظام التغطية الصحية، وهذا حلنا نسبيا واحد المشكل كبير ديال المخلفات الصحية والنفسية اللي بقات عند بعض ضحايا انتهاكات. سي لارك الله يجازيك بخير، انت دابا كعامل كتشتغل في الحق الحقوقي يعني بشكل حر وفي المجتمع المدني. الحالات اللي كنتكلموا عليها ديال العداله الانتقاليه كانت فيها انتهاكات من طرف الدوله، ولكن هذا ما تيعنيش انه كاين ما كايناش حالات اخرى اللي ما دخلتش في هذه المرحله هذه وخصها تدخل اختصاصات المجلس مثلا لمناقشتها. كيفاش يمكننا نتجاوزوا هذا المطب هذا باش يمكن المساله ديال الانتهاكات بشكل عام تم معالجتها؟ لان هنا لان هيئه الانصاف والمصالحه كانت سجينه
نظامها الداخلي، لان عندها صحيح الاطار المرجعي نتاعها، دارت التوصيات. مثلا كان عندنا انتهاك لحقوق الانسان في تاكونيت، معتقلي تاكونيت، هذو الناس ما عندهم لا سياسه لا نقابه لا معتقلي الراي، ولكن تجمعوا في ديره في الدار البيضاء، كان شي مؤتمر تجمعوا مشاو له. فهنايا دارت توصيه باش يتحل المشكل نتاع هاد الناس، نتنساو تما. هذه إشكالية حقيقية. عندنا الإشكالية نتاع واحد الفئة أخرى واللي هي معتقلي التندوف مثلا. ثم عندنا أيضا باش نهضروا على هذا معتقل التندوف، لأنهم هادو جنود مغاربة كانوا كيأديوا الواجب الوطني ومشاو ضحية ديال حيف وديال واحد النوع ديال كانوا ضحايا تعذيب، كانوا ضحايا يعني كانوا مفقودين. إذا عندنا هذه الفئة. عندنا أيضا فئة أخرى أظن أن السي محمد يمكن ينور الرأي العام فيها، هي معتقلي هرمومو المتدربين العسكريين، لأن حتى هذه فئة كتقول لك كيف الناس نتاع زمان ما تعوضوا وحنا ما تعوضناش، فبالتالي كنشوفوا بأن هذه الفئات أيضا معنية أيضا دار الانتهاكات، كانت ضحية رغم ما كندخلوش في الاعتبار ديال شنو وقع أو شنو ما وقعش، ولكن الطريقة التي عوملوا بها. سي صبار الجواب ديالك. أولا في الموضوع ديال الأسرة اللي هما الجنود، هذا موضوع يخرجوا على اختصاص المجلس الوطني. هذه طبعا كاينه المسؤوليه ديال الدوله وديال القطاع الوصي، ولكن بالنسبه انتما ماشي حماه حقوق الانسان، لا ما تيدخلش في الاختصاص. هذا كان كيقوم بواحد المهمه، عنده واحد النظام خاص، الناس تسوت لهم الاوضاع ديالهم مع اداره الدفاع الوطني. هذا موضوع لا زعما ما عنده حتى شي دخل المجلس الوطني في هذا الموضوع. بالنسبه للمدنيين الذين اختطفوا من الصحراء وتم الاختطاف ديالهم الى تندوف وعانوا ربما في معتقلات ورجعوا، هادو تعوضوا الذين قدموا طلباتهم داخل الاجل. علاش؟ لان الدوله مسؤوليه على حمايه امن مواطنيها، وبالتالي هادو تعوضوا. فيما يتعلق بهرمومو، يعلم الجميع على انه هيئه الانصاف والمصالحه كانت قررت عدم الاختصاص، ولكن دار واحد الاجتهاد، وكنعتقد بانه هذا الملف هذا في طور انه تلقى له حلول منصفه ومرضيه لضحايا الجنود المتدربين ديال هرمومو. سي لارجو، مسألة الذاكرة ما كتشوفش على أنها عندها قيمة ودور أساسي باش هاد المسائل هذه ما تعاودش تتكرر؟ غادي نهضر على فضاءات مثلا، كيحضرني دابا غير على سبيل يعني صدفة مثلا الإقامة ديال دار بريشة اللي كنعرفوا ما وقع فيها، واش هذه الإقامة تسلمات للمجلس مثلا؟ وكاين بزاف ديال النماذج اللي كيمكن لها تكون متاحف، كيمكن تكون مزارات، كيمكن لها تكون شاهد على مرحلة حتى لا يتم إعادة تكرار هذا. ما تيمنعش أنه يمكن كاينة إحراجات سياسية، ولكن واش ما كتشوفش على أن مسألة الذاكرة ضرورية؟ ضرورية، لأن أساسية من الآليات، إن من الآليات تاع العدالة الانتقالية هو حفظ الذاكرة. حفظ الذاكرة سواء في المباني اللي كانت مكان التعذيب، مكان الاختطاف، مكان السجن إلى آخره، والوفاة أيضا، فهذه كيخص التعهد بها والاحتفاظ بها باش تكون شاهدة للمستقبل بالنسبة للأجيال القادمة. فبطبيعة الحال هذه الذاكرة يخص نتحفظوا على هاد، ماشي كلها لأن كثيرة، ولكن على الأساس اللي هي رمزية اللي كان فيها اعتقالات كبيرة واللي عرفات تعذيب ممنهج، فلا بد أن نتعهد بها. وأيضا بالنسبة دائما الذاكرة، حتى الذاكرة بالنسبة في السينما، التصوير والافلام والتوثيق، تشجيع التعامل مع الكتابات ومع ادب السجون، لان الان عندنا واحد التراكم مهم جدا بالنسبه للمعتقلين، واحد مجموعه الكتب ما غاديش نقولها روايات وانما معاناه حقيقيه انسانيه اللي كتشبه لا كونديسيون هيومان، كتشبه بابيون، كتشبه، فبالتالي كل هذا كيخص التثمين تاعو، وخص ايضا انه يكون في البرامج التعليميه، لان الذاكره ماشي غادي محل وغادي نخليه ونسدوه ونمشي، ولكن عندنا انه خص يمشي فضاء، يجب ان يتكلم وان يحكي وان يكون له حضور في الصحه وفي التاريخ ايضا. خص يكون في التاريخ نتاع المواطن، عرف بهذا
أن الإشكاليات الحقيقية أيضا هي أن التعهد بهذه الأماكن كيخصها تمويل وخصها الدوام والاستمرارية. هذا هو الإشكال اللي يمكن أنا نسول فيه أستاذ. سؤال موجه لك. لا، الذاكرة مهمة، لأنه شعب بدون ذاكرة هو شعب بدون تاريخ، هو شعب بدون وجود معنوي ورمزي. ولذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفي إطار طبعا لجنة المتابعة ديال التوصية ديال الإنصاف والمصالحة، أولا دار بشراكة مع كلية الأدب بالرباط واحد المسلك اللي هو ديال التاريخ الراهن، واللي قريبا ربما يتخرج أول فوج ديال الدكاترة متخصصين في التاريخ الراهن، لأن الحاجة تقتضي بمراجعة التاريخ المغربي المكتوب. هناك هيكلة ديال مقبرة أكدز ومقبرة قلعة بكونة، كل المجلس الوطني يحضر لمعاينة انتهاء الأشغال وبقي موقع لهاش الافتتاح الرسمي، فضلا طبعا على المقبرة ديال 20 يونيو بالدار البيضاء اللي تم الافتتاح ديالها بحضور طبعا الضحايا وذوي حقوق. إذا كاين وعي بالمسألة وكاين استثمار أيضا وكاين طبعا الآن مشروع ديال الهيكلة ديال المقبرة ديال تصبا مارت اللي طبعا جاهز من حيث لي بلون، من حيث التمويل الى اخره، ثم كاين التفكير في اشياء اخرى. صحيح ان موضوع الذاكره خصو يتحول لواحد الشان ديال النخبه المغربيه، ذكر سيلارغو السينما الى اخره. طبعا هذا المسلسل كله دائره الانصاف والمصالحه من تفتح هذا الماضي كانت فيه واحد المواكبه امونيه اعلاميه، لا في القناه الاولى لا في القناه الثانيه، ثم مواكبه ديال المبدعين، دار واحد العدد ديال الافلام السينمائيه على سنوات الرصاص، ثم واحد العدد ديال الضحايا اللي كتبوا مذكرات ديالهم سواء باللغه العربيه او الفرنسيه. اذا حنا محتاجين لانعاش الذاكره بكتابات بابداع بتحفظ على بعض الاماكن اللي عندها دلاله ورمزيه قويه واللي يمكن تحول لمركبات سوسيوثقافيه وفيها في نفس الان ضمنيا في واحد النوع ديال اعاده الاعتبار للضحايا انتهاك الجسيمه لحقوق الانسان. شكرا سي صبار. كلمة أخيرة لسي لارغو باش ندوزو للسؤال الصحفي. سي محمد، كيجيو عندي بعض العائلات اللي كيطالبوا بالروفات، وهذا المشكل كيعيق لأن دائما كيقولوا بأن المجلس الوطني هو المسؤول على الروفات، فاحنا هذا السؤال يحرقنا كما قلت. هو ليست مسؤوليه المجلس الوطني، اولا كان مجهود كبير، الاخت بشرى ذكرتي واحد الرقم ديال 805 اللي استطاع المجلس الوطني من خلال لجنه المتابعه التعرف على المصير ديالهم. فيهم واحد العدد اللي ذكرتي هو 384 85 اللي تعرفت المدافن ديالهم الدفن ديالهم. مزيان، الجواب هو انه كيتلقى وكيدار مجهود كبير وما تلقاش، لانه خصنا نعرفوا كيف. علاش قلت في الاول بان الامر شويه معقد وصعيب الى اخره؟ لان غادي نلاحظوا انه حينما نتحدث عن انتهاك الجسيمه لحقوق الانسان هي جرائم وترتكب في جناح الظلام، وبالتالي هناك صعوبات كبرى باش توصل للحقيقه الكامله. كاين ملفات اللي كتوصل فيها للحقيقه الكامله. واش الملفات غتبقى مفتوحه حتى يتم العثور على هذا الشيء، او لا سيتم اغلاق الملف وغادي ندوزو صفحه واحده اخرى؟ انه المجلس الوطني لحقوق الانسان على مشارف انهاء هذا الملف، على مشارف انهاء هذا الملف، ولكن لا احد له القدره ولا القوه على اجبار الضحايا باش يقول لك باش تقنعهم بانه الملف تسد. تيخص طبعا لانه نعرفوا التجربه ديال الارجنتين الى حد الان النساء ديال ساحة ماي إلى حد اليوم يطالبون بالحقيقة. هذا مطلب زعما كمشروع، وهذا الحق في المعرفة، والحق في المعرفة هو حق ذاتي وموضوعي وشخصي ومجتمعي، وبالتالي كنظن بأنه الأصعب دزناه. خصنا اليوم نركزوا على ضمانة عدم التكرار، خصنا اليوم نركزوا على سيادة القانون وعلى احترام القواعد القانونية، خصنا اليوم نركزوا على ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصنا نركزوا اليوم على استراتيجية جديدة لمواجهة الإفلات من العقاب، وخصنا نركزوا على الضمانات الأساسية اللي كيخص تكون في التشريعات المغربية بدءا من القانون الجنائي وقانون الإصدارات الجنائية وقوانين أخرى اللي عندها علاقة بالحريات ديال الناس. وعلى أي أنا كيبقى عندي الأمل على أنه نداء أن يتم يعني المحاولة ديال إقفال الملف بشكل مرضي للجميع، رغم أن إرضاء الجميع غاية لا يمكن أن يطوى هذا الملف إلا على أسس معيارية سليمة. نتمنى ذلك. سي صبار عندي، شكرا سي لارغو، عندي سؤال من صحفي كما هي كما هو تقليد في البرنامج، جواب باختصار. إليك السؤال سي صبار، تفضل. في إطار الانتقال الديمقراطي اللي كيعيشه المغرب حاليا، كيعيش المغرب بعد الاحتجاج أو مظاهر الاحتجاج في الشارع المغربي، واش كاين ضمانات في هذا السياق في إطار حماية حق الاحتجاج
للمغاربه بشكل عام، خاصة بعض الاحتجاجات اللي كتكون سلمية وكتكون راقية وحضارية. واش كاين شي ضمانات في هذا الإطار هذا؟ إذا سي صبار، تبعتي السؤال ديال زميل صحفي أنس الغنادي، شنو هو جوابك؟ وأولا الظاهرة الاحتجاجية بلادنا أنا كنعتبرها بأنه معطى إيجابي وعبير عن دينامية المجتمع المغربي. المغرب عرف رقعة الاحتجاجات منذ بداية التسعينات، لم تقتصر فقط على الحواضر الكبرى، انطلقت حتى المناطق النائية وفي حول مطالبة ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية، وهذا مشروع ومعقول. ونقول بأنه هذا السيل الكثير ديال الاحتجاجات اليوميه احيانا راه كتم بدون احترام الضوابط القانونيه. كنعرفوا انه مثلا في اوروبا في كل ديمقراطيه مثلا سلميه، لا واخا سلميه، في كل ديمقراطيه العريقه ما يمكنش دير مسيره او مظاهره الا بوضع طلب والحصول على ترخيص. باش انا كندير لك لونكادرومون الامني، لان يمكن يوقع انفلات وتولي السيركوي اللي تعرف ملي غدوز، هذا معمول فيه الدول الديمقراطيه العريقه. اذا واحد النسبه عاليه جدا. سي صبر، ما عمركم درتوا انتم الاحتجاجات بدون الحصول على ترخيص وانتم كنتوا مناضل صادق؟ لا احنا تنقولوا ما ينصوا عليه القانون، شكون حنا واضح؟ لا انا غير كنحاول نستفزك باش لان الراي والراي الاخر واضح. وبالتالي احيانا انا عندي جوج المشاكل في هذا الشيء ديال الاحتجاجات. عندنا اولا عدم احترام الضوابط القانونيه، واحيانا كيكون تجاوز من طرف المتظاهرين، وعندنا في الجهه المقابله احيانا العنف المفرط والغير المتناسب. اذا عندنا اشكال في ثقافه الاحتجاج، وبالتالي المجلس الوطني بادر الى وضع مذكره تتعلق بالاحتجاج والتظاهر السلمي، واللي فيها واحد العدد ديال التوصيات نتمنى ان يتم التفاعل معها ربما في مشاريع قوانين قادمه. شكرا سي صبار على تلبيتك دعوه برنامج كلام مرصع، فرصة طيبة أستاذ لارجو. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة، نلتقي في فرصة مقبلة بحول الله، إلى اللقاء.